من الرباط تنضم إلي مراسلة ألغات فدوى المرابطي. فدوى، إذن إلى أين وصلت هذه الاجتماعات اليوم بعدما استؤنف الحوار الليبي في المغرب؟ نعم، استؤنف الحوار الليبي في ساعة متأخرة من مساء أمس بعدما كثر الجدل وتضاربت الكثير من الأخبار حول انعقاد هذه الجولة الثانية من الحوار الليبي. دابت الآراء، انقسمت بين من كان يقول أو يتنبأ بفشل هذه الجولة وعدم انعقادها. أيضا كانت هناك بعض الآراء تشير إلى الأسباب الكامنة وراء تأجيلها، لكن أمس قطعت الوفود الليبية الشك باليقين وحضرت، وإن كان في ساعة متأخرة، إلى قاعة الاجتماعات بمقر إقامتها ببوزنيقة لافتتاح أشغال الجلسة الثانية. هذه الجلسة لم تشهد حضور طرف رسمي مغربي باعتبار على أنها استكمال لأشغال الجلسة الأولى التي عرفت آنذاك جلسة افتتاح رسمية حضرها وزير الخارجية المغربي. من حيث الشكل أو من حيث التركيبة، 5 أعضاء من وفد مجلس النواب و5 أعضاء من وفد مجلس الدولة. بالنسبة لمجلس النواب، لاحظنا أن الوجوه أو الأسماء التي شاركت في النسخة الأولى حضرت كاملة، ويترأسها السيد فوزي يوسف العقوري عفوا. أما بالنسبة لوفد مجلس النواب والذي يترأسه يوسف العقاف، فشهدنا أنه فقط 3 أعضاء من الذين كانوا متواجدين في النسخة الأولى هم من حضروا، وتم استبدال طرفين آخرين بأسماء أو وجهين جديدين باعتبار على أن هذا الاجتماع هو اجتماع 5+5. أيضا كل وفد يرافقه عدد من المستشارين، لكن فقط 5، والخمسة الآخرون هم من يدخلون إلى قاعة الاجتماعات. من حيث الشكل هذا، من حيث المضمون، فإن أجندة عمل الوفدين خلال هذه الأيام ستنكب على استكمال ما بدأوه في الجولة الأولى، وهو استكمال التوافق بشأن المعايير التي سيتم على أساسها اختيار الشخصيات التي تشغل المناصب السيادية 7. في بحثنا عن سبب تأجيل هذا الاجتماع لأكثر من مرة، مصادر متطابقة كانت أكدت لنا في السابق وأكدت لنا أيضا مساء أمس أن السبب الحقيقي وراء تأجيل هذا الاجتماع لم يكن بشأن مضامين الحوار، يعني لم يكن بشأن موضوع المناصب السيادية 7، لكنه كان في شق تركيبة الحضور. مجلس النواب أو أعضاء مجلس النواب اعترضوا على عدم حضور الوفد أو الأشخاص الذين حضروا في المرة الأولى، على اعتبار أنهم هم من وقعوا أو هم من أعلنوا توصلهم إلى تفاهمات بشأن هذه المناصب السيادية. هل من إطار زمني فدوى حتى الآن متى سيتم التوقيع التوصل إلى الاتفاقات الأخيرة؟ لا يمكنني التأكيد أو إعطاء تاريخ محدد، على اعتبار أن هذه الجلسة لا توجد أخبار كثيرة عن جدول الأعمال، لا عن زمن، لا عن بدء. يتم إخبارنا في آخر اللحظات مثل اليوم. اليوم يفترض أن تنطلق الجلسة الثانية في تمام 4 بتوقيت غرينتش. قد تكون هناك ندوة صحفية، سنحاول جس النبض وسنحاول التوصل خلال هذه الفترة إلى بعض المعلومات حول يعني المدة الزمنية أو الإطار الزمني الذي ستستغرقه هذه الجولة. هل ستكون مثل الجولة المنصرمة؟ هل ستدوم ل5 أيام أو 6 أيام؟ أم أنه فقط النقاط المتبقية في جدول أعمال المحاورين أو المفاوضين هي قليلة، وقد يستكمل النقاش خلال يوم أو يومين؟ لكن الأكيد أنه هذه ما سيخرج به المفاوضون المتواجدون في بوزنيقة في حال توصلهم إلى اتفاق نهائي، سوف يتم تحويل مخرجاته إلى اجتماع جنيف من أجل اعتماده. ولا نعرف أيضا إن كان السيدان عقيلة صالح وخالد المشري سيحضران في نهاية هذه الجولة الثانية من أجل التوقيع فيما يشبه توقيع بروتوكولي على هذا الاتفاق المعتمد أو الاتفاق النهائي. لا توجد تأكيدات بهذا الخصوص، وهو ما سنسعى إلى معرفته خلال الساعات القادمة. شكرا جزيلا لك من الرباط مراسلة ألغات فدوى المرابطي.